الرد، لانه زي ما بقول لحضراتكم السؤال ما كانش للرئيس، ولكن هذه النقطه يعني وعندي تحليل اخر، بس نسمع الرئيس لما رد في هذه النقطه وقال ماكرون ايه. على فكره كان في مداخلتين للرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين كانوا جاهزين جدا، كانوا مرتبين جدا، جمل واضحه جدا. نسمع وهو بيرد على هذا الامر، موضوع الاساءة للرسول عليه الصلاة والسلام. احنا في مصر كان موقفنا واضح في طبعا الوقوف بمنتهى الحزم والشده واداره اي عمل ارهابي على اي ارضيه، اي ارضيه نختلف عليها لا يمكن ان تكون مبرر ابدا لعمل ارهابي ضد مواطن سواء او دوله. ده امر احنا قدمناه عن طريق الخارجيه المصريه وعن طريق الازهر الشريف كمؤسسه دينيه بتتسم بالاعتدال وتقدم الدين الاسلامي كدين وسطي جيد. اللي انا عايز اقوله في النقطه دي وارجو ان احنا اصدقائنا في فرنسا وفي العالم كله ينتبه لها، وارجو يعني انا مش هاخد المقاربه بتاعت زميلنا اللي سأل وقال ان احنا يعني ده حق الانسان. عايز اقول هو من حق الانسان ان هو يبقى يعتنق ما يعتنقه ويرفض ما يرفضه، ولكن اتصور ان احنا محتاجين نتوقف ونتامل، وارجو ان الرساله دي تصل لكل اصدقائنا في العالم كله مش بس في فرنسا، حتى في منطقتنا، ان مهم قوي ان احنا واحنا بنعبر عن راينا ان احنا ما نقولش من اجل القيم الانسانيه تنتهك قيم دينيه. المرتبه بتاعت القيم الدينيه اعلى كتير من القيم الانسانيه، من القيم الانسانيه هي قيم احنا اللي عملناها ونستطيع ان احنا نطورها او نعمل لها ترشيد في استخدامها. انما القيم الدينيه دي قيم، اذا كنا بنعترف ان الاديان دي نزلت من قبل الخالق العظيم سبحانه وتعالى ربنا، فهي تسمو ومقدسه في كل المعاني وكل القيم، وبالتالي اتصور ان التساوي بين قيم انسانيه ونحن نحترمها ونقبلها وبين قيم دينيه يبقى في امر محتاج مننا زي ما نقول منتهى الهدوء منتهى التوازن من غير ما ننفعل خالص. من فضلكم يعني يتصور يعني اذا كان انك تقول تعبر عن رايك يكون سبب في جرح مشاعر مئات الملايين وترى ان هذا الامر لا يمكن يعني حتى توجيه مراجعه، احب ما اتكلمش على كل الحريه وما اتكلمش على كل التعبير، بنتكلم على النقطه دي بس. ارفض ما تقولش ما فيش مشكله ده حق، لكن انك تجرح ملايين الناس في مشاعرهم الدينيه امر متصور بالقيم الرفيعه اللي موجوده في فرنسا وموجوده في العالم المتقدم اللي يرفض المساس بحقوق ومشاعر الاخرين، ان هو يجرح مئات الملايين ويهمهم في دينهم، اتصور ان الموضوع محتاج بالراحه وبهدوء ان احنا نفكر فيه ونراجعه. شكرا. عايز اقول لحضراتكم على حاجه كمان مهمه، لانه في لوكلوك وبيترمي الكلمه والناس تقعد تقولها ورا بعض، ففرصه انه لما يبتدي اللوكلوك تيجي انت تقف قدامه. ابتدوا يروجوا من الصبح وبعد مؤتمر صحفي، لا اصله هو ماكرون السلاح، مصر بتشتري سلاح. تبسيط مخل، انت مش اهم زبون سلاح عند فرنسا، ده نمره واحد. نمره اتنين، انت عقودك كلها وكل يعني اتفاقاتك خلصة في 2017، اصلا انت مش كل يوم هتشتري 100 طيارة رافال مثلا او حاملتين، يعني ما بيبقاش فيه كل يوم. اللي بيقول كده ده تبسيط مخل، تبسيط مخل، و مش شايف المكانة اللي مصر فيها.
انا بتكلمش على المكانه 7000 سنه وبتاع، لا 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 لا، انا بتكلم على مكانه مصر 2020، وده دايما انا بتكلم فيه كتير. الورق اللي في ايدك، انت مين؟ هذا الرجل رئيس جمهوريه مصر العربيه رايح في ايده ايه؟ ايه الورق اللي في ايده؟ انت النهارده حفتر عندك في مصر، انت من اسبوع كان عندك ابو مازن، ايه الورق اللي في ايدك؟ انت بتعمل ايه؟ انت مؤثر ازاي؟ انت من شهر كنت موجود في او من 3 اسابيع كنت موجود في قبرص واليونان وبتعمل اتفاقيات الحدود بتاعتك، انت موجود بقواتك المسلحه في مناورات في منطقه البحر المتوسط، انت وقفت الهجره الشرعيه لمنطقه البحر المتوسط. فيذهب عبد الفتاح السيسي بقوته السياسية، بقوة مصر،